السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقول سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. يا رب دايما ربنا يبارك لك يا شيخ. الله يبارك فيك. ربنا يبارك لك شيخ. انا كنت كلمت حضرتك امبارح وحضرتك قلت لي تواصل معايا على الخاص، بس انا كلمتهم على الصفحة بعتوا لي رقم، بس يعني برن عليه حضرتك مش يعني مفيش حد خالص بيرد عليا. رقم كم؟ هو انا كان 010 تقريبا. لا 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 لا، هو 0 1 5 3 3 8 3. ارسل رسالة بس. سامي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ. عامل ايه يا ابو؟ الله يبارك فيك، بخير الحمد لله. بعدين فضلتك يا شيخ، في شخص بيبيع بالتقسيط شيخ، باع سلعة المفروض بتخلص بعد 8 شهور، دفع اللي اشترى السلعة دفع المقدم وبقاله أكتر من 2.5 سنين ما دفعش، مماطلة أو عفوا إعسارا. لا مش إعسارا يا فضيلة الشيخ، هو بياخذ من جميع الناس بالتقسيط ولا يسدد. لازم تنزلوا بها عقوبة، إن استطعتم أن تنزلوا بعقوبة تعزيرية لا بأس. تفضل. أنزلوا بعقوبة تعزيرية. تفضل يا شيخ. طب هو دلوقتي يا شيخ صاحب التقسيط اشتكاه. طيب. إصرار الأمانة واشتكاه بإصرار الأمانة. وممكن يعني يسترد المال بتاعه بعد سنة سنتين. كل ما ما حدث من ضرر وكان متعمدا من مسبب الضرر. يؤخذ هذا قدر هذا الضرر. شكرا لك. يعني فضلت الشيخ ممكن يقول له اعطيني السعر اللي انت اخذته وياخذ الفلوس اللي ممكن اخذها المقدم. ممكن حل صح؟ ممكن. اعطيني سلعتي واخذ فلوسك. بل بالعكس، اعطيني سلعتي وفلوسك تاخذها بعد سنه. لانك عطلت سلعتي سنه. يا فضل الشيخ. نعم، تسلم ايديك. بارك الله فيك، بارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. بقول لحضرتك انا دلوقتي مثلا كنت محوش مبلغ من المال وكده، فالمبلغ مثلا ممكن يعدي عليه سنه وهو يعتبر بلغ النصاب، وانا كنت شاب وقلت زواج يعني وكده، فهل عليه زكاة او كده يعني؟ عفوا، الدخل مبلغ بلغ النصاب. يعني انا مثلا يعني بشتغل وبحوش يعني كده فلوس، فبلغ يعتبر بلغ النصاب،
مرت عليه زكاه وانا مرت يعني عليه سنه بعد بلوغ وليس عندي شقه وكده ف بلغ عفوا مرت عليه سنه بعد بلوغه النصاب ام لا؟ مرت عليه سنه يزكى يكون عليه زكاة. عليه زكاة. لو انا مثلا يا اخي كلها 2500 من 100,000 يا اخي، يا اخي هو النصاب كم؟ اذا قلت النصاب 200,000 الان اذا بنيت على نصاب الذهب تقريبا 200,000 هتخرج 5,000، ربنا ترك لك 195 و5 لتنظيف المال والفقراء. اشكروا الله يا ناس، اشكروا الله يا ناس. الله كيف تكونوا بهذه الطريقة مع ربكم الأعلى الذي رزقكم وخلقكم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ مصطفى. اتفضل الله يبارك فيك. استاذنك يا شيخ في دعوة لجدتي لسه متوفية. الله يرحمها رحمة واسعة وأمواتنا وأموات المسلمين يا رب. اللهم آمين يا رب. حاجة الله. كمان دلوقتي في حاجة اسمها عمرة البدل. يعني واحد يعتمر عن واحد ولا ايه بالضبط؟ مظبوط، في ابلكيشن طالع يعني انا لقيته ناس قالوه لي، بيبقى حد من هناك في عايش في مكه يعني بيعمل عمره، بس ما اعرفش انا مش متحقق ان هو بيعمل أفضل. يعني شخص يعمل عمره عن شخص اخر مقابل مال. مظبوط، يعني جاز مع الكراهه. يجوز؟ يجوز مع الكراهه. مع الكراهه. انها تجارة بيشتغلوها الان تجارة يعني. يعني انا لازم اتحقق جدا في الموضوع يعني. طبعا تتحقق من الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا مولانا. مرحبا يا عبد الرحمن وياكم. لو سمحت يا مولانا لي سؤال الله يكرمك. اسأل. انا تاجر ومعايا شريك، تمام؟ احنا اتنين شركاء. تاجر ومعك شريك، وبعد في واحد جه اخذ مني بضاعه بالاجل وانا مضيته على وصل امانه. ها؟ واحد اخذ مني بضاعه بالاجل. شخص اخذ منك بضاعه بالاجل وبعد المهم فطلع ان هو مديون لناس كتيره وبياخد من الناس عشان يسدد. نصاب يعني؟ نصاب؟ بقى نصاب. وصل لدرجه نصاب. طيب والسؤال اجبنا عليه قريبا. رفعت عليه وصل امانه وخدت عليه حبس، وهو دلوقتي مطارد وساب زوجته واولاده وبيته واهله طفشان بسببي. طيب وايه المطلوب؟ عمه جه يتفاوض معايا واقسم لي ان امه عندها سرطان ومفيش دخل عندهم، وان هو غرق في التجاره ومعهمش فلوس، وهم الناس بتجمع له وبتسدد عنه عشان الواد يرجع لاهله وكلام من ده. تيقن من هذا الكلام. نعم. تثبت من هذا الكلام. ثبتت فعلا ان هو فعلا طفشان بره، وظروف والده تعبان والدته تعبانه والظروف الماديه مش كويسه، فعمه اقسم لي ان انا ادفع من زكاه مالي لنص المبلغ مثلا اللي هو 75,000 دول، وهو يدفع لي بقيه المبلغ من الفلوس اللي معايا. والله شيء ارجع اليك، لكن عندنا ما استطيع ان اكتم عليك قول ربي، وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة، لكنك تقول نصاب في أول كلامك وفي آخر كلامك تقول إنه معسر أو إنه هربان. غير من كثر الديون بقى من كثر الديون سيهرب، لكن هل هو بالفعل نصاب كما أنت ادعيت أو أعسر وتراكمت عليه ديون فهرب؟ تختلف. إن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة، أما إذا كان نصاب اختلفت المسألة. هو المشكلة اللي هو كلامهم لي أنا، لأنه هو مش من بلدي، فكلامهم لي إن هم. وأنا قلت لك أولا تثبت، وأنت قلت إنك تثبتت ووجدت أنه معسر. خلاص على كلام عمه إن هو. مش كلام عمه المصدق يا حبيبي، مش كلام عمه المصدق قولا واحدا. نعم. اذهب وابحث أنت. إذا رضيت بكلام عمي خلاص.
السلام عليكم. ما اقول لك ايه بس يا اخي، كلام متناقض. بارك الله فيكم، حفظك الله يا زهرة الربيع. طيب بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. اتفضل شيخ. عم سؤالين. اتفضل. السؤال الاول، لو سمحت يا شيخ، انا كنت دخلت صلي العشاء في جماعه وكان متاخر، وكنت متاخر ركعه، فالامام نسى وصلى خمس ركعات. سلم معه في النهايه لانك تبني على صلاه نفسك، انت تبني على عدد ركعات نفسك، فانت صليت اربعا وهو صلى خمسا، فاسلم معه. سلم معه. طب معلش السؤال الثاني، هل تحبس يا شيخ قراءه شرح منية ابن القيم في بدايه طلب العلم؟ القران احسن الاول. القران، اليس القران احسن؟ صح. والسنه احسن؟ صح. ركز الاول، حصل كتاب الله وسنه رسول الله اولا. طب اخذ تفسير مين حضرتك؟ ها؟ تفسير تحبزه يعني في البداية. أنت يعني يبدو أنك مبتدئ. أيوة. أنت من أي البلاد عفوا؟ المنصور. طيب عندنا تفسير طيب، عامل مختصر صحيح، تفسير صحيح، تفسير ابن كثير مختصر، لك هدية عندنا، مر علينا خذها. الله يخليك، شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك يا فضيلة الشيخ. وياك، تفضل. استاذن حضرتك يا شيخنا، لو انا مسافر مثلا، مسافر سفر تقصر في الصلاة. نعم. وانا لم اصلي الاوقات الظهر او العصر او العشاء، لم اصلي يعني لظروف لمشقة السفر يعني. وصلت البلد او وصلت انا الصعيد عندنا من القاهرة للصعيد، فانا هل بعد ما وصلت اقصر ولا خلاص؟ لا، العبرة بوقت الأداء. وقت الأداء، أنت مسافر ولا مقيم؟ أنا والله كنت جاي في لا، وقت أداء الصلاة افهم، والوقت الذي ستؤدي فيه الصلاة الآن، مسافر ولا مقيم؟ كنت مسافر. يا لا، كده ما انتش فاهم كلامي. يعني أنت الآن ستصلي الآن. نعم. ستصلي الآن، مقيم أو مسافر؟ لا. يعني في بلدك أو في غير بلدك؟ في بلدي بعد ما رجعت من السفر. بلدك يبقى تتم. تتم يعني كانت الرخصة في السفر فقط. أي نعم. لأن ربنا قال كده، ربنا قال في كتابه الكريم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالقصد يكون إذا ضربت في الأرض. ونحوه عكس لك المسألة. افترض أنك في بلدك وأذن للظهر عليك وأنت في بلدك، ما صليت وخرجت إلى سفر، خرجت إلى سفر تصلي الظهر قصرا، العبرة بوقت الأداء، أنت ستؤديه متى، في السفر أو في الحضر؟ إذا ستؤديه في الحضر صلي تام، ستؤديه في السفر صلي قصر. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا خديجة بنت كافو. السلام عليكم. السلام عليكم. معلش يا مولانا، انا ما لسه ما كملتش بيت سؤالي. اتفضل. فانا بقول لحضرتك، لو اتثبتت ان هو فعلا يعني معصور وهو كده، هل يجوز لي انا بقى ان انا اخصم من زكاه مالي يعني مبلغ 75,000؟ لا لا، شوف، يرى الجمهور من العلماء انه لا يجوز اسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاه. جوز هذا قليل من العلماء كابن حزم الظاهري، وينقل عن الحسن البصري، لكن الأكثرون من أهل العلم قل يلزم في الزكاة أن تمكن منها الفقير، قد يكون محتاج يأكل وبعدين ما تمكنه تطالبه. أنا مكنه، ما هو احنا اتفقنا على كده، تمكنه من الزكاة، تفضل يا عم هذه زكاتنا، وبعدها طالبه. قد يقول أنا محتاج أطعم أولادي يموتون جياعا الآن، سأؤجل سداد الدين. هو جلسة عرفية مولانا، هي جلسة عرفية واتفقنا فيها، أقول لي يجوز أو لا، اتفقنا فيها إن هو هيديني 50,000، عمه ده هيجيب 50,000 من معاه أو بيلمهم، وأنا هتبرع ب 25,000 من زكاة مالي أحطهم له، ويبقوا ال 75 يروح له لشريكي، وأشيل الشيكات البنكية اللي عليه، وأبطل أطالبه وأعترضه. أنت ليك شريك؟ قال لي شريك اخويا. لك شريك. نعم. يعني انت زكاة مالك الخاصة هتسلمها، تسدد عنه الدين، ليس لك انت خاصة بل للشركة. نعم.
باقي المبلغ يعني. ممكن ممكن على قول يجوز على قول من الأقوال، ولا في الأصح أنه يمكن من زكاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الحبيب اتفضل، الله يحفظك. كيف حالك؟ الحمد لله. أنت مالك نعسان كده تنايمنا جنبك؟ صح صح معنا. حاضر 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 يا سيدنا حاضر. اتفضل. لو سمحت يعني أنا حبيت أسمع شرح صحيح البخاري حضرتك، أسمع القديم ولا الجديد؟ لا الجديد. نعم؟ القديم ولا الجديد اللي احنا بنشرحه الأيام دي يعني تقصد؟ يعني الأفضل أسمع أنهي، يعني أنهي الأفضل يعني؟ أيهما أفضل يا شيخانا؟ القديم أفضل، القديم أوسع شوية، كنا نعطيه وقت أطول شوية في مسجد التوحيد في القاهرة. أوسع شوية إذا كان تسجيل واضح. طيب طيب يا شيخ، طب لماذا لم تكمل شرح علل الدارقطني يا سيدنا؟ يعني أخذنا من علل الدارقطني ما تقوم به الحاجة إلى العلم الذي أردناه. أنا ما كانش القصد دراسة علل الدارقطني كله ككتاب، كيف نتوصل إلى العلة؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الله يسلمك، الحمد لله. بارك الله في عمرك. وفيك يا رب. بقول لك يا مولانا معلش يعني استفسار بسيط بس، أنا كان في صنايعي شغال عندي في الشقة، اختلفت أنا وهو يعني. ففي جار يعني تدخل ما بيننا يعني، وقال لي كلمة ضايقتني، فأنا قلت له طب والله عليا الطلاق الثلاثة، الصنايعي ده ما يخش الشقة. فانا حسيت بعد كده ان انا ظلمت الصنايعي، اللي هو يعني حسيت ان انا جيت عليه. كفر كفارة يمين. كفارة يمين. ايوه كفارة يمين وبس كده، ما الطلاق ما وقعش يعني. لا ان شاء الله مش وقع. ماشي يا مولانا، جزاكم الله عنا خير يا مولانا. كفارة 10 10 يا مولانا صح؟ اي نعم. ماشي يا مولانا، جزاكم الله عنا خير. اياكم اياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. مرحبا بحضرتك يا عم الشيخ. الحمد لله، تفضل. بعد إذنك بس نحتاج تفصيل لمسألة كده طرحت عليا وأنا بصراحة ما عنديش ليها إجابة. طب خليك معي كده. حديث من جلس في بيته إلى آخره ضعيف. تفضل سؤالك. الحديث اللي ورد عن النبي، إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، العبد المؤمن إلى آخر الحديث. ماله؟ في حديث تاني مقابل لي اللي هو بتاع يأتي بناس أو يعني ناس هتيجي يوم القيامة بمثل جبال تهامة بيض. لا حديث جبال تهامة ضعيف. طيب السؤال اللي هنا بالنسبة لي، هل شكل الملائكة وقت الوفاة تدل أو هو جزم واضح إذا كان العبد هيخش الجنة أو النار؟ لان في عباد المفروض ان هم يبقى معاهم حسنات كتير والمظالم هتاخد منهم فيلقوا في الاخر في النار، فهل شكل الملائكه وقت الوفاه يدل بشكل واضح بالنسبه للمتوفي؟ هو طبعا هيكون اعلم بحاله احنا مش عارفين، بس هل هو بالنسبه له ده اول منازل الاخيره اللي هو جنه او نار، ولا ممكن يوم القيامه الوضع يتغير؟ تذكر حديث البراء فيه ماذا؟ نعم، حديث البراء الذي ذكرته انت، ان العبد المؤمن اذا كان في اقبال من الدنيا وانقطاع من في اقبال من الاخره وانقطاع من الدنيا، انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره. ايوه اتتهم ملائكة. ملائكه بيض الوجوه. طيب والسنين اذا كان العبد كافر؟ ها اذا كان فاجر سوء الوجوه. طيب عرف من الوجه ايه المصير، اعوذ بالله، يعني وقت الوفاه يعرف من الوجه. ما هو فيه. انت تقول إذا رأيت صحة الخبر وهو يحسن يعني، ملائكة أتوه سود الوجوه العبد الكافر، فخلاص عرف سود الوجوه عياذا بالله، والطريقة أيضا التي تنزع بها الروح. كافر أم عاصي يا شيخنا؟ ها؟ الكافر أم العاصي؟ الكافر والمؤمن الآن، لكن العصاة الله أعلم بحالهم، الله أعلم بحالهم. لكن الحديث ان العبد الكافر اذا كان في اقبال من الاخره وانقطاع من الدنيا اتته ملائكه سود الوجوه، وانت تعرف قول الله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا،
النازعات، ملائكة تنزع بقوة كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، ينتزع الملائكة تنتزع بقوة الروح من الجسد. وأما العبد المؤمن الناشطات كما تخرج القطرة من في السقاء بدولين. في ناس ما بين هؤلاء وأولئك، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. حياكم الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لدي عدة أسئلة بارك الله فيكم على السريع. اتفضل اسأل. هجرت زوجة أبي، هل علي إثم يا شيخ؟ هجرت زوجة أبيك، أليست هي بمسلمة؟ نعم مسلمة. وهجرت امرأة مسلمة تربطك بها محرمية؟ نعم. ما سبب الهجران؟ هجرتها لسبب في نفسي، أنها تضايقني كثيرا وتفتن علي عند أبي، فلم أعد أكلمها وهجرتها. لا يعني هل إذا عفوا، إذا كانت عاصية لله ورسوله أو مبتدع في دينها ونصحتها ولم تقبل النصح هجرتها لله، اختلف عما إذا هجرتها لحظ نفسك، وقد تكون أنت بنيت على الظنون. ولست تقرأ فمن عفا وأصلح فأجره على الله؟ نعم. خلاص ألزم العفو، والله يدافع عن الذين آمنوا. يا شيخ. نعم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بالله فصدقوه؟ من حلف بالله فصدقوه؟ نعم، هل ورد عن النبي أنه قال هكذا أو ما شابه؟ لحظة، من حلف بالله فصدقوه بهذا اللفظ، جمع بس عقلي الله يحفظك. من حلف بالله فصدقوه، هل هو في جزء يا عبد الرحمن من سألكم بالله فأعطوه؟ من حلف عليكم بالله فصدقوه. راجعوا يا أخي، راجعوا بهذا اللفظ، لا يحضرني الآن. طيب السؤال الآخر يا شيخ، أنا حاليا أحفظ القرآن الكريم، فهل وأنا أحفظ القرآن الكريم أتعلم العلم الشرعي أم أنهي من حفظ القرآن ثم أتعلم العلم الشرعي؟ أحسن علم شرعي هو القرآن. فهل تلزمني هل أحسن علم شرعي أم وأصل العلم الشرعي القرآن والسنة؟ من حلف بالله فصدقوه لا أعلمه عن رسول الله. ورد أن المسيح عليه السلام رأى رجلا يسرق في صحيح مسلم، قال أتسرق؟ قال أقسم بالله ما سرقت. قال آمنت بالله وكذبت نفسي. لكن هذا لا يطرد، هذا كان في حق عيسى عليه السلام، لعل السرقة كانت تخص عيسى فتجاوز. لكن عموما حديث من حلف بالله فصدقوه لا أعلمه عن رسول الله الآن. تفضل يا شيخ. نعم. آخر سؤالين وسامحني إن أطلت. شيخا، هناك في الجامعة عندنا أثناء الصلاة يتحدث، ما قبل الصلاة الناس تذكر الله وتقرأ القرآن، وهناك أناس يتحدثون داخل الجامعة، فهل يحق لي بعد الصلاة أن أنصحهم لوجه الله في العلن؟ بالحكمة والموعظة الحسنة حيث لا تولد مفسدة أعظم. يعني لا، يعني في العالم لا يوجد فيها إشكال؟ على حسب حالك وحالهم، يعني لو أنت صغير ويستصغرونك ويظنون كلامك لهم إهانة تختلف عما إذا كنت أكبر منهم سنا، ويا أبنائي لا ترفعوا أصواتكم، مسألة تختلف. السلام عليكم. وعليكم السلام يا علي. نعم نعم. عندي سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شيخنا، كيف أبدأ بطلب العلم الشرعي؟ كيف؟ القرآن والسنة. ولك بمثل الشيخ حسين بن عبد الصبور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، لو واحدة عاوزة تعمل كفارة ومعاها فلوس، بس يعني حاجات رفاهيات بس على قدها، يعني مش فلوس كتير، تعمل الكفارة ولا تجيب الحاجات اللي هي عاوزة تشتريها؟ يعني حاجات ضرورية يعني ولا ايه؟ لا مش ضرورية قوي. خلاص تكفر عني منها، تدفع فلوس. تدفع فلوس. ايوه تكفر، تشتري اكل يعني، تشتري اكل. ايوه تطلع. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى سمحت. نعم. انا كنت بعمل عمره وكنت بسعى بين الصفا والمروه، وكنت في الشوط خلصت الشوط الخامس، وابني طلب مني ان هو يعمل حمام كان يعني مش قادر ينتظر، فوديت الحمام يعني هبت مثلا 10 دقائق بالكتير، ورجعت كملت بس الشوطين يعني اللي هو السادس والسابع كده. كان عليا ان انا استأنف ولا ان انا اكمل بس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قطعت الأشواط، أشواط السعي بين الصفا والمروة لحاجة، ذهبت تبول أو تبول ابنها ورجعت، تكمل بناء على ما سبق. يعني افترض ناس سعت ثلاثة أشواط، تبدأ في الرابع ولا حرج، يعني كمل عادي. تمام شكرا بارك الله فيك ولك بمثل يا فتح عثمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير، في نعم دايما يا رب. في نعم من الله والله الحمد لله. انا عايز استاذن حضرتك في سؤال، واستاذن حضرتك بس ما تقفلش الخط غير لما اخلص، بس لو سمحت عشان عايز اوصله لحضرتك. على حسب الكلام الملقى. السؤال الاول، لما باجي اذكر ربنا انا ببقى بذكر وانا رايح الشغل، وانا يعني وانا بتمشى، فالذكر ده ما بيبقاش من قلبي يعني، فهو لازم الذكر عشان يبقى صحيح يبقى من القلب، ده هو وانا بستغفر ربنا بس. اذا كنت مستحضرا معاني الذكر اثوب، لكن ان لم تكن ماجور ايضا لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تمام، يعني هو في الحالتين كويس يعني، بس هو الافضل ان انا يعني اكون مستحضر ان شاء الله. تمام. طب الحاجه الثانيه، معلش يا شيخ مصطفى، يعني انا بفكر في احوال الاخره، يعني ممكن اكتئب وممكن يعني بتضيق عليا نفسي. ممكن ايه؟ ممكن بتضيق عليا نفسي لدرجه ان انا بقيت كاره الموت بسبب ما بعده، يعني مع اني انا يعني. طب اعمل عمل صالح. طيب ما انا الحمد لله يا رب العالمين، انا الحمد لله صلواتي كويسه الحمد لله رب العالمين، ربنا من عليا بان الحمد لله يعني الحمد لله، بس تضيق نفسي، فخايف اوصل لدرجه القنوط، لان انا بقيت حتى يعني اكره الموت، لان يعني كل واحد بيكره الموت. ايه؟ كلنا بنكره الموت. طب ما انا ايه اللي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. قالت عائشة يا رسول الله كلنا نكره الموت، قال ليس ذاك، إنما ذلك عند معاينة الموت، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولذلك الرسول عليه السلام صلى الله عليه وسلم في مرض الموت لما نظر إلى السماء قال اللهم الرفيق الأعلى، هنا رأى مقدمات الخير فأحب لقاء الله، يعني هذا الموطن هو الذي فيه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. تفضل موطن الاحتضان. طب أنا إيه اللي يخليني ماشي في الدنيا مطمن من يعني طاعتك لله يا أخي، والله ما عندنا شيء يجعلنا نأمن أبدا إلا أننا نحسن الظن بالله ونذكره وندعوه. يجوز إن أنا أحسن ظن يعني ما نستطيع. شوف يا أخي اسمع الكلام، يقول الحسن البصري، عدد من أهل العلم يقولون في شأن النفاق، ما أمنه على نفسه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. يعني أنا خايف على نفسي إن أنا أكون منافق، قولي يناقض عملي، فهذه علامة إيمان إن شاء الله.
ان شاء الله. طب يعني انا من حسن ظني بربنا يا شيخ ان انا اقول حسن ان شاء ظني الله شيء طيب غير من نار تلمسني؟ ده من حسن ظني بربنا ولا من التقلي على ربنا؟ لا مش متقلي انت، ما حلفتش تقلي على الله. السلام عليكم. ده من حسن ظني بربنا ان انا ان انا اعدي مع الصراط من غير عذاب باذن الله، الله المستعان، كما يعدي الناس من كده. الله المستعان. السلام عليكم. انا اعدي مع الصراط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عايز اسال على حاجتين. اتفضلي. اول حاجه لو انا بصلي صلى ركعتين يعني وقعدت للتشهد بعد اول ركعه، فهل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. وبعد شيخ استفسار سريع، يعني انا دلوقتي بجيب رسومات ما لا روح فيها، يعني بحطها في ورق رسومات ما لا روح فيه؟ اي جمادات يعني، بحطها في كرتون، هي بحطها في ورقه واطبعها وكده بحيث ان الاطفال يلونوها. طيب انا دلوقتي لو استخدمت رسومات كرتون برضو بس للحيوانات كرتون، هل ده ينفع؟ الكرتون جاز مع الكراهه. مرحبا استاذ محمد سبخة، وذكرنا الله وياك بكل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم احنا عندي سؤالين في الاذكار. في الاذكار؟ تفضل. الاذكار اللي هي ورد فيها 100 مره زي سبحان الله بحمدي او لا اله الا الله وحده ولا شريك له الى الاخر، هل لازم اقول ال 100 ورا بعض؟ ولا مثلا وانا في طريق المسجد قلت 50 ودخلت صليت قلت بعديهم 100 ولا حاجه او 70 مثلا، هل كده يحتسب ال 100 ولا لازم ال 100 اقعد اذكر ال 100 ورا بعض؟ لا يلزم ان تكون متواصله. لا يجب ان تكون متواصله. لا يلزم. يلزم؟ لا يلزم. لا يلزم، تمام. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال من قال سبحان الله بحمدي في يوم 100 مره، في يوم ممكن اقول 20 الصباح 20 الظهر 30 العصر، يعني انواع. طيب السؤال الثاني يا شيخنا معلش. سمعت ان او يعني في فيديو كده شفت ان الشخص اللي بيتكلم بيقول ان الصلاه على النبي لا تستلزم حضور القلب زي الاذكار مثلا. كل شيء يستلزم حضور القلب، انما الاعمال بالنيات. طيب الخشوع يا شيخنا في الصلاه المقصود به خشوع البدن ام خشوع القلب؟ كله. طب في حالة عدم خشوع القلب بالنسبة للكافية الصلاة صحيحة ولا صحيحة؟ لك يعني قال الشوكاني أجمع أنه لا صلاة المرء إلا ما عقل منها، كلما ركزت كلما كان الثواب أعظم. شكرا. الله يكرمك. استغفر الله. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ كيف نوفق بين أن الحديث الذي ذكرته فيما معناه أن العبد الصالح إذا كان في إقبال على الآخرة أنه يعني روحه تكون سهلة الخروج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتد عليه سكرات الموت حتى قال إن للموت لسكرات، وسيدنا أبو بكر هذه مواطن عليه. مواطن فقط مواطن، في مواطن خروج روح رسول الله عليه السلام كالقطرة من في سقاء، لكن مقدمات الذي ذكر في السكرات المقدمات، لكن عند الخروج تخرج سهلا إن شاء الله والناشطات نشطة. بارك الله فيك يا أحمد سالم. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش يا شيخ انا اصلا بطول على حضرتك. اتفضلي. كنت كلمت حضرتك قبل كده بخصوص ان يتقدم لي حد وكان يعني كان بيدافع عن الاشعريه وكده. انا قعدت معاه قعده ثانيه علشان ما تظلموش، بس هو ما سالته النهارده قال لي ان هو سني ومسلم ما بيتبعش اي حاجه. فلما سالته عن الاشعره برضه بيدافع عنهم وبيقول ان احنا ما ينفعش ان احنا نقول عليهم حاجه لان دول علماء كبار زي النووي والائمه الكبيره. يعني هو نفسه يثبت ان لله ما اثبته ربنا لنفسه او ينفي. ايوه يعني. سالته ربنا سبحانه وتعالى ان الله قال لي يستوى على العرش. طيب. قلت له بس هو قال لي كده بس دفع عنه فتره يعني عفوا يعني ما تقول اصبري بس علينا انت متسرعه.
لما تجلس تسألي كده يعني يعني لله تجاوبني إجابة سأسألك عنها بين يدي الله. الله له وجه أو ليس له وجه؟ الله سبحانه وتعالى قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لله يدان أم لا؟ سألي الأسئلة دي بس. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الجليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذن حضرتك، أنا كنت محتاجة وقت أتواصل مع حضرتك فيه على الخاص، جزاكم الله خيرا. بشأن ماذا يعني؟ بشأن هي أخت ليا تم عقد قرانها في الأزهر، وبس بدون ولي وبدون إشهار، بس معها عقد الجواز، فهي كانت عايزة. يعني إيه داخل الأزهر؟ لماذا ذهبت إلى الأزهر؟ لأنها كانت تسأل عن فتوى إن هي تقدر إن هي تتزوج بدون ولي، وهم يعني أباحوا لها وتم عقد القران فعلا. يعني هل الأزهر هيئة منوطة بعقد أنكحة الناس الذين ليس لهم أولياء؟ والله هو الشيخ اللي جاي أقوله قال لهم أنا أقدر أكتب لكم الكتاب بنفسي. ما طب إيه المطلوب مني؟ أنا لا أستطيع أن أتكلم لأن الموضوع غامض علي الآن. هي عايزة تعرف ده صح ولا غلط بقى. ما أعرف يعني لها أولياء وليس لها أولياء. اتكلمينا على الخاص. حاضر حاضر. طب أسألها هيك في وقت في ميعاد؟ الساعة 3 غدا إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانه كيف حالك؟ الحمد لله بخير. مساك الله بالصحة والعافية والبركة في العمر. ولك والسمعين والسماعات بمثل. بارك الله فيك. لدي سؤال يا شيخ. تفضل. امرأة طلقت من زوجها بإرادتها. بإرادتها. نعم. ثم تزوجته عرفيا تأخذ معاش أبيها. ما حكمها؟ هذه تغش الدولة. الزواج العرفي. من زوجها بعد أن طلقت؟ أبوها ولا هي اللي زوجت نفسها؟ لا أبوها توفي يعني. ما لها أي أولاء من العصابات؟ ليها أخوها، بس الكلام ده بينها وبين جوزها وأخواتها بعد كده عرفوا. لازم يصلحوا العقد يزوجوها. لأن عند المأذون مكتوب في القسيمة طلق تطليقة واحدة على الإبراء. على الإبراء. تمام. فلازم تكون يعني اذا مكتوب في القسيمه كده لا تحل له الا بعقد جديد وصداق جديد، فلازم الولي ايضا يزوجها، لكن يبقى اسم غش الدوله ده هي تتحمله، هي لا تستلقى الله في شأنه. لكن كلام على صحه الزواج الان يزوجها الولي، يصح العقد ويزوجها الولي. قال هو في خلاف بين اخوها وبينها، وهي قالت يعني انا ابن عمها. ها يعني هي بتقول انا حره في اللي انا عاملاه. خلاص لا فائده في سؤالك. طيب هل لجوز مقاطعتها؟ على حسب الحال. اذا كانت المقاطعه تجدي قاطعنا، لن تجدي خلاص ماذا نصنع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. سؤال، انا بصمم فيديوهات قرآنية بس تلاوات مرئية على صور القراء. وبعد فتمام، كنت عايز اعرف هل التصميم على صور القراء من ضمن الحديث اللي هو النهي عن التصوير على صور القراء؟ تصميم بكتب الآيات القرآنية على الفيديو القارئ وهو بيقرأ، يعني ممكن تورينا حاجة زي كده؟ يعني ممكن تطلعنا على شيء مثل هذا حتى يعني الحكم عن شيء فرع عن تصوره، اللي هو بيكون يعني قارئ بيقرأ من التلاوات. أيوة. بالآيات على الشاشة بتظهر مع تلاوته اللي هو بيقرأ. يعني عبد الباسط رحمة الله عليه يقرأ وأنت تجعل الآية مكتوبة مع القراءة. صحيح. طب إيه المشكلة في كده؟ الفيديو فيه صورة القارئ شخصيا. الفيديو فيه ماذا؟ يعني صورة القارئ موجودة بالفيديو. طب ايه المشكلة؟ يعني عادي مش من ضمن لا لا، عملك ليس فيه شيء، انك تكتب الايات مع صوت لا بأس. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تكتبها وهي متلوة، لا في مشكلة. تمام. السلام. مرحبا يا ماهر، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ عامل ايه؟ طيب ولله الحمد.
معلش يا شيخ مصطفى، انا عايزك بس توجه نصيحه لامي، انا عايز نسيب نقفي لحيتي وهي خايفه عليا. نعم. انا عايز نقفي لحيتي. قل لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قل لها إن الله يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وكلما كان الشخص أشد استقامة وقربا من الله كلما ازداد حفظ الله تعالى له. بارك الله فيك وفي أمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حالك يا شيخنا؟ حالي طيب ولله الحمد. الله يحفظك يا اخي. بقول لك يا شيخ مصطفى، لو في بس او قط يعني باكل الفراخ في البيت، قط ممكن تبعده بطريقة أخرى غير القتل، يعني ممكن تضعه في شوال. ها؟ ضخم كبير يعني. تخاف منه؟ أنا شفته بعيني بياكل الفراخ والله. أيوه بياكل الفراخ، لكن مش ممكن نضع له شوال كده ولا حيلة ونضع فيها؟ لا هو ضخم كبير صراحة، الواحد يخاف يعور ولا حاجة. خلاص إذا كان بياكل الفراخ كما يظلم يفعل به مثل ما يفعل. ماشي. يعني انا بقول لك اهوت، يعني اذا استطعت ان تبعده نضع مثل هذا القط في شوال. اما اذا كان يخيفك انت ومرعب لك وياكل دجاجك خلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لدغت نملة النبي من الانبياء فامر ببيت النمل فاحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم، وتسبح هلا نملة واحدة. فقال العلماء: المؤذي يقتل. نعم. الله السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. تفضل. لو سمحت فضلت الشيخ، بس أنا كنت محتاج أتكلم مع حضرتك يعني موضوع كده، بس هتخص يعني بعد اذنك. ما في مشكله ان شاء الله. انا جيت لحضرتك قبل كده، بس جيت لحضرتك المسجد بس ما لقيتش حضرتك هناك. يعني انت جاي منين؟ انا كنت جاي من القاهره، جيت لحضرتك كده من فتره. لا كلمنا قبل ما تتحرك من القاهره، نخشى انك اكلم حضرتك على الرقم دوت. لا لا 0153333833. تمام. انا رن على حضرتك من الرقم دوت. ارسل رسالة نصية بس، لان تليفوناتي من الاجهزة القديمة اللي هي يعني ارسال واستقبال فقط. رسالة نصية ابعت لحضرتك رسالة على. ايوه رسالة نصية. تمام. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي بس استفسارين بس بعد إذن حضرتك. استفسر. في أحد الدروس حضرتك في شرح صحيح مسلم أوردت رواية عن أن ابن عباس أرسل مولاه وكان معه بعض الصحابة إلى السيدة عائشة يبلغيها السلام ويسألها عن ركعتي بعد صلاة العصر. ايوه وجهت لأم سلمة. حضرتك خرجت من هذه الرواية بأنه عند أمن الفتنة يجوز أن حد أي حد يرسل لأي ست السلام. ايوه يعني يجوز طبعا. أنت الوقت لما أنا أقول لك الآن، أنت اسمك إيه؟ علي. يا علي أبلغ والدتك مني السلام. نعم. يجوز ولا لا؟ أنا ما مش معترض، أنا بستفسر. أيوه يجوز أن يقرأ الشخص
انا بتكلم على ان السيده عائشه امنا. لا مش انا، لا انا خرجت عن قصه السيده عائشه رضي الله تعالى عنها وكونها امنا، لكن هي امنا صح، وازواجه امهاتهم، لكن هل يجوز لك ان تخلو بها؟ لا لا صح. يبقى الام لا 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 الام هنا في الام هنا في اجلال والتوقير وتحريمها علينا كامهاتنا، لكن ليس من حقي ان اسالها بدون حجاب، لان الله قال واذا سالتمهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. لو كانت امي مثل امي لماذا الحجاب؟ لو كانت امي التي مثل امي التي ولدتني في المحرميه. هي وضحت المساله بالنسبه لحضرتك، بالنسبه لي طبعا من كلام حضرتك، بس انا ورد ساعتها ورد على خاطري الايه يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. أيه. فانا قلت يمكن الحكم بالنسبه لنساء لستن كاحد من النساء في التوقير. نعم. واننا يعني لا يصح لنا ابدا ان نتزوجهن، لكن لا يصح لي ولا لك ان نخرج معهن في سفر كمحارم لها. نعم وضحت المسألة. الله يكرمك. السؤال الثاني بقى وده مهم جدا يا مولانا. الله يجعلك. علشان بس ربنا ينور بصيرتك. ان دلوقتي في مواقع منتشرة على النت بتستعرض الأحاديث وبتستعرض الإفتاء وبتستعرض، والناس كلها بقت مصدر أساسي ليهم في أخذ كثير من الأحكام. فأنا عايز حضرتك توضح ضوابط التعامل أو الأخذ عن هذه المواقع، لأن قد يكون هناك من يدلس، وده بالنسبة لي أنا يعني ليس تنطعا على حاجة، لكن هو خوف على المسلمين، لأن أنا أرى أنا شخصيا أحب أن آخذ أحكامي مشافاة من شيخي. فإذا كنت الله يبارك يعني طبعا الله يجزيك كل خير على حرصك ويثيبك ربي أجمل ثواب، اللهم أمين. لكن أنت تعرف أن البشر كثيرون. نعم. ومنهم الصادق ومنهم الكاذب. نعم. طرائق قددة. فإذا كان هناك بشر، ألم تعلم أن هناك بشر كذبوا على الله؟ نعم. صح؟ نعم. نعم. قالوا عن الله أن له ولد. القرآن بنص القرآن. هم كذبوا على الله وقالوا أن الله أحل ولم يحل أشياء وحرمه ولم يحرم. فإذا كانوا كذبوا على الله، وهناك قوم كذبوا على رسول الله. نعم. هناك قوم كذبوا على رسول الله. نعم. وما سلم صديق من رافضي، أبو بكر الصديق ما سلم من الرافضة يكفرونه. نعم نعم. وما سلم من ناصبي علي. نعم. علي رضي الله عنه صهر رسول الله ويحب الله ورسوله، والنواصب أهل الشام طعنوا في علي طعنا شديدا. نعم. فالشاهد من هذا الباب إن الله يدافع الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لذلك سؤال تفضل بطرحه، وإن شاء الله نجتهد قدر الاستطاعة، لكن قصدي من كلامي يعني لن نستطيع أن نستوعب كل هؤلاء كل هذه المواقع. أنا لا أقصد اللي حضرتك تستوعبها، ده أنا أقصد إن يبقى في حضرتك توضح الضوابط، إن تقول للناس اللي يلجأ للمواقع دي. أنا لا أعرفها والله، لم أحظ بها. بتحقق من أي فتوى غريبة تنسب إلى شيخ يسأل بنفسه، ليس مصطفى فحسب. أي فتوى غريبة تنسب. أنا طبعًا لا أزكيك على الله مولانا. لا. ويعني أنا برضو لما بقول شيخي أنا لا أقصد شخص حضرتك. لكن ربنا سبحانه وتعالى مبارك في الأمة، وحضرتك من ضمن الناس اللي ربنا كرمنا فيهم. الله يغفر لك. فأنا بتوسم في أن حضرتك في بعض النقاط كده من خلال شرح حضرتك الجميل والقبول العام لحضرتك، أن حضرتك تلفت النظر إليه، اللي ما بيلفتش غير حضرتك النظر ليه. وصلت رسالتك والحمد لله، أفهمني الله إياها، وإن شاء الله نعمل بمقتضاها في حينه إن شاء الله. جزاك الله خير الجزاء، وأثابكم وجعله في ميزان حسناتكم ورزقكم صدق النية. وإياكم يا رب. سامعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. مرحبا شيخ وائل محمد علي الصخري. تفضل، تسلم إيديك. مرحبا بحضرتك.
بقول لحضرتك بس كان عندي سؤال بسيط كده. اتفضل. انا كنت بصرف علاج من التامين الصحي، فكانت زوجتي مريضه تقريبا بنفس الاعراض اللي عندي وكده، فهل مفيش مانع ان وديتها من العلاج بتاعي ولا لا؟ مانع لا مانع. تمام، شكرا جزيلا لك. بس يا ما تروحش تصرف يعني، لا تزور في كده تعبان وهي عندها نفس. لا، الدواء عندك، الدواء عندك خاصة. عندي انا صرفته لي انا، بس انا ما كنتش تعبان، وده فائض عن حاجتي. لا فاضل، لا بأس تستعمله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يخليك. من فضل حضرتك كنت عاوز أسأل عن مشروعية العربون في البيع والشراء. الحديث الوارد في النهي عن بيع العربون لا يصح. ففي النهاية النظر في مسألة العربون رجع إلى المصلحة والمفسدة. يعني أولا الحديث الذي فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع العربون بخصوصها كذا ضعيف، يبقى النظر في حكم بيع العربون. والعربون حتى يفهمه الناس، أنا ذهبت أشتري سلعة وقلت للرجل خلاص إن شاء الله سنشتريها، قال ادفع عربون، يعني ادفع مقدما مثلا مبلغ لإثبات جدياتك في الشراء. قلت حاضر، تفضل 1000 جنيه يعني عربون، وما اشتري اخصم ال1000 جنيه من الثمن. هذه صورة العربون، صح كده ولا عندك خلاف في التوصيف الصورة؟ تمام كده، لكن سأجيب، دعني اكمل بس، اذا كان فهمت التوصيف حتى يفهمه الناس. تمام. انا ذهبت لشراء سلعة من شخص قال يعني خلاص اتفقنا ان شاء الله انك هتشتريها غدا. طيب عشان نسبة الجدية خذ يا عمي 1000 جنيه عربون. 1000 جنيه عربون تخصم من ثمن السلعة إذا اشتريت. فما الحكم في هذا؟ الآن ما عندي شيء يمنع ولا شيء ينفي، ثابت. ما عندي شيء صحيح ينفي ولا شيء صحيح يمنع. لكن نبدأ في الحكم هذا على حسب السلعة والضرر. افترض أنها طماطم. افترض انها ايه؟ تمام، طماطم. واذا انت ما جيتش غدا الطماطم ستفسد. تمام. الطماطم سيحصل لها ايه؟ هتخرب. تمام. اذا ما جيتش هاخد العربون. تمام. لكن افترض انها سلعة اخرى، زجاجة مثلا، مش هتخسر. اختلفت في الحكم الزجاجة عن الطماطم. افترض ان انت عطلتني وانا حجزت السلعة، والسلعة خلاص انت وعدتني انك هتيجي غدا، ورتبت اموري واعتذرت لعدد من المشترين، فنزلت السلعة، انت تسببت لي في ضرر. تمام. تختلف عما اذا لم تتسبب لي في ضرر. تمام. فبيع العربون كنص ليس فيه نص ثابت، لا حظر ولا منع. في حديث نعم بيع العربون سنده ضعيف. يبقى النظر الى كل مسألة بحسبها، كل مسألة بحسبها. يعني أنا لو ببيع وهيحصل لي ضرر، لو أنت اديتني العربون وما جيتش أخدت السلعة اللي ببيعها لك. أيوة نعم، خد العربون. خد العربون كتعويض. أيوة خد العربون كتعويض، إذا هيحصل لك ضرر. أيوة أنا أيوة. مثلته بالطماطم، لأن الطماطم عمرها قصير. سكتلة في الطماطم، أنت سببت لي في ضرر. تمام. سيراها لك العربون. طيب تسمح لي اقول لحضرتك الحاله بتاعتي انا بالظبط؟ لا بس انا واقف في سوق عربيات ببيع عربيه، والسوق ده انا بدخله برسوم. واحد جالي اول ما بدا السوق وقال لي انا هاخد عربيتك وخد عربون، فبناء على كده انا خدت سحبت عربيتي من السوق ومشيت. أيوة. العربيه نفسها كسلعه ما حصلهاش ضرر، انا اللي حصل لي ضرر. خذ قدر الضرر. تمام. ما انت سحبتها من السوق ثاني. تمام. يعني وهتدخل تدخلها برسوم مرة ثانية. ما مش على قد الرسوم، أنا هو عطلني أسبوع، السوق بينعقد كل أسبوع. أيوه. وهو متعارف على إنه وهو بيجي العربون كده إحنا القاعدة التي القاعدة التي تمضى في هذا الباب، لا ضرر ولا ضرار. تمام، وإذا كنا إحنا الاثنين فاهمين ضمنياً من غير ما نصرح بده ان العربون ده عشان لو انت ما جيتش انا هاخده عشان انت هتضرني. خلاص لا بأس. تمام.
تمام. يعني احنا بنرد الاحكام الى الاراء السائده في الاسواق احيانا. ايوه. احيانا نرد الاحكام الى الاراء السائده في السوق، وعندنا مستندات كثيره لهذا ما لم نخالف شرعا. تمام يا شيخنا، تمام يا شيخنا، ربنا ينفعنا بعلم حضرتك بكل خير. ولك بمثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. والله يا شيخنا أنا عندي سؤال، أنا بنتي تزوجت بزوجة تانية، والزوجة الأولى ما هو أصر إن ما يعرفهاش. وبعد كده هو قعدت معاه فترة من الزمن، وبنتي اختلعت، كانت غضبانة يعني، جاتني وهي حامل وفضلت معايا لحد ما اختلعت. وبعد كده زوجته عرفت، فلما عرفت طبعا زعلت جدا وعملت مشاكل كبيره جدا، لحد ما هو اصر ان اصرت ان هو يطلقها. ما هو اختلعت اصلا الاولى. ايوه. انت تقولي ان زوجتك بنتك اختلعت. ايوه، وبعد ما اختلعت احنا عرفنا ان هو طلقها. لا، مين اللي اختلعت، الاولى ولا بنتك اللي اختلعت؟ بنتي اللي اختلعت الثانيه. طب ايه المشكله؟ ما خلاص البلاء راح عن الاولى. ايوه، ما هو المشكله يعني بنتك تزوجت، بس هي المشاكل ما راحتش، فضلت المشاكل بينهم. انتوا جيران ولا ايه؟ وبنتي خلفت وبنتها دلوقتي دي تالت سنه خلصت وبدات السنه الرابعه. المهم دارت الايام وهو عايز يرجعها دلوقتي، وبيقول برضو ان انا مش عايز اعرف زوجتي تاني. لكن احنا في خلال الخلافات ديت اتوصلنا بزوجته الاولى، وقالت لنا انتوا كده خاينين و فقلنا لها لا. فانا دلوقتي عايزه اخبرها، يقول لا مش هنخبرها، انتوا كده بتخترقوا بيتي واهلي، وانا هخبرها بعد البناء. هل في اسم علينا لو رجعناها من غير ما نخبرها؟ هل ترضي هذا لبناتك؟ لا. خلاص، لا يؤمن احدكم حتى يحب ما يحب لنفسه. هذا رجل يغش اهل بيته. ايوه. وبعدين عندنا في الشرع اعلان النكاح. ايوه. شرعتنا اعلان النكاح ونعمل وليمه وانت تزغرتي وتسقفي وتطبلي. اعلان النكاح مطلب. والتي يهمها الموضوع تعرف انما واحده تتزوج وتنجب وتخلف، والزوج والاولى مسكينه جلسه لا يستطيع هو ان يعدل. ولا يستطيع ان يجهر كذا، نحن لسنا في سفاح. زوج جبان وغشاش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. بتكلم حضرتك بخصوص ان انا كنت بصلي السنه ونسيت ركعه. تصلين السنه ونسيت ركعه. فهل بعد التشهد اقوم اصلي الركعه دي ولا اعمل ايه؟ انت كنت تصلي السنه ونسيت ركعه. تقوم تجيب الركعة وتسجد للسهو بعد الصلاة. يعني أصلي الركعة اللي فاتتني. طبعا. ثم تسجد للسهو. معلش سؤال كمان حضرتك. اتفضلي. هو بالنسبة لجمهور العلماء اللي هم بيفتوا من النقاب مش فرض. أيوه. تمام؟ أنا عايز أعرف الآية اللي هي ذلك أدنى ألا يعرفنا فيؤذيني. لا أنت تسألي بقى، خلينا من نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، قل لمن؟ لأزواجك وبناتك. لأزواجك وبناتك ومن أيضا؟ ونساء المؤمنين. قل لهم ماذا؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء عليهن من جلابيبهن فسره عبيد السلماني، لبس جلبابا غطى كل جسمه وأبرز العين اليسرى. يدنين عليهن من جلبهم. لماذا ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين؟ أشكلت هذه الآية على بعض العلماء كابن حزم الظاهري، ما معنى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين؟ يعرفن أنهن حرائر فلا يتعرض لهن الفساق، لأن الأمة على عهد رسول الله وعلى عهد الصحابة كانت تفارق الحرة. الأمة كان وجهها مكشوف، الحرة وجهها متغطي. فهماني كلام؟ فهم كلامي؟ ذلك الصحابة لما دخلت صفية بنت حيي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قتل أبوها وقتل يعني وقعت في السبي، وقال الصحابة
ما ندري هل هي أم من أمهات المؤمنين أم أنها إحدى إمائه، هل هي إن فقالوا إن حجبها فإحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي أمة من الإماء مما ملكت يمينه مما ملكت يمينه. فلما حجبت علموا أنها من أمهات المؤمنين، فكان الفارق الأمة تكشف الوجه والحرة تغطي الوجه. عمر رأى امرأة من الإماء تنقبت وتجلببت فقال يا لكعة تتشبهين بالحرائر. فالفساق كانوا بيتعرضوا للإماء، يعني مثلا واحد فاسق جالس يغازل واحدة أمة، ايه الحلاوة دي، ايه شربات، يغازل الإماء. لكن لما تكون واحدة حرة ومحترمة الفاسق بيمتنع. فربنا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر فلا يتعرض لهن الفساق. كالآن مثلا على سبيل المثال ولله المثل الأعلى، أنت لك بنت صح؟ قلت لبنتك يا بنتي لا تتبرجي حتى لا يتعرض لك الفساق. معروف الفساق بيتعرضوا لمن؟ واحدة متبرجة مش ترقص وتتدلع وتتمايص باللغة المصرية. تمام. الفساق يتعرضوا لها ولا يتعرضوا للمستقيمة اللي لابسة لبس محترم وماشية في حالها؟ تمام. فإذا قلت لابنتي يا بنتي البسي طيب والبسي يا بنتي محترم وغطي نفسك وامشي في حالك حتى لا يتعرض لك الفساق، ليس معناها يا فساق تعرضوا للأخرى، لكنني أحافظ على بناتي. فابن حزم فهم غلط، قل كيف تفهمون هذا، هذا معناه يتسلط يا فساق على على الإماء. نحن ما قلنا كده، لا، كما أخبرتك بالضبط، قل لبنتي يا بنتي امشي محترمة امشي مستقيمة حتى لا يتعرض لك الفساق، لأنه معلوم من حال الفساق أنهم يتسلطوا على أيوة. على المتبرجات. تمام. طب أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة. اتفضلي. ده الرأي اللي هو رأي جمهور العلماء، أنا قصدي الرأي الآخر اللي هو بيقول إن النقاب مش فرض. اللي بيقول إن النقاب فرض إذا. لا، اللي بيقول إن النقاب مش فرض. ماله؟ ما هو رأي الجمهور. بقى الآية دي إزاي؟ اللي هي ذلك أن الله يعرفنا فيه. هم قالوا في تفسير قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها، قالوا ورد عن ابن عباس من طرق وكلها فيها ضعف طبعا، إلا يعني تحسب المجموع أنه قال كشف أنه قال إلا ما ظهر منها يعني الوجه والكفين، يعني كشف. لكن ابن مسعود ألا يعرف، لحظة بس، يعني دي آية ودي آية أخرى يا أختي، فهم الكلام بس. أنا فاهمة، أنا قصدي الآية دي تفسيرها إيه لو مش النقاب. هم ما اسأليهم لهم، يعني يقولون إذا قالوا أنها خاصة بالنساء النبي فلا ليست خاصة، لأن فيها كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، فذلك نحن نقول بوجوب النقاب من أجل هذا، ولأن الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، لأن الله قال إذا سألتمن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ونساؤنا في احتياج إلى طهارة القلوب ورجالنا في احتياج إلى طهارة القلوب. تمام. بارك الله فيك يا أختي. الرأي الآخر لا هنا لأن الوقت انتهى، جزاك الله خيرا يعني. عذرا بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله. أقول بهذا القدر أجتزي حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن،
ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم احفظ علينا نعمك، اللهم احفظ علينا نعمك، وارزقنا الاستقامة على أمرك وعلى أمر رسولك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم أكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم يا ربنا طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. فك الأسرى المسلمين يا رب، وارحم الموتى المسلمين يا رب، واشف مرضى المسلمين يا رب. اللهم يا ربنا لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.